استاذ احمد، السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. ايه يا بطله يا عظيمه، انا عايزه اقول لحضرتك ده انا بحب حضرتك جدا ومن اشد معجبينك، كنت معاك على طول ويعني شرف لي اني بكلمك والله. ده انا متشرف بيكي ومش عايز اقول لك قد ايه عملت فينا ايه. ايه ما شاء الله، ايه اللي انت عملتيه امبارح والنهارده؟ الاول طمنينا على النهارده، شفتك بعد ال 200 حصل عندك زكه خفيفه كده، ايه رجلك؟ شعبي كده وانا بسخن اتلوى مني. يعني الحمد لله ان شاء الله تبقى سليمه وبكره الفاينل تبقى كويسه يعني. والله حضرتك بتكلمني وانا لسه ماسكه الثلج وبحط على رجلي، بس ان شاء الله خير يعني باذن الله خير. لا لا ان شاء الله بكره عايزين الذهب، مستنيين الذهب تاني ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله ذهب تاني بكره بعون الله باذن الله. بس انت، انا عايز بس تقولي لنا، احنا اصل اول مره، انا دايما لسه بتكلم قبل ما تدخلي معانا، كنت اتفرج على العاب القوة على المتر متر او المتين او كذا، الاقي من جامايكا، من اثيوبيا، من كينيا، مع احترامنا لكل الدول، النهارده بلاقي بنت مصر هي اللي واخده الذهب النهارده، دي مساله جديده. عملتي ده؟ قولي لي تدريبك فين؟ كان فين؟ بدات ازاي؟ احكي لنا. والله يا استاذ احمد هو ده كان حلمي من زمان جدا، من اول ما بدات اللعبه دي وانا بحلم ان احط مصر على منصه التتويج في يعني في النوع ده من الايفنتات. انا كنت بلعب 2018، الدوره دي كانت في اسبانيا، بس كان سني لسه صغير، كنت عامله سادس وكان وقتها كنت عامله رقم كويس وكنت لسه صغير. عايز اقول لحضرتك اني قعدت ساعه ونص بتفرج على كل التكريمات وكل التتويجات وببكي وبص على منصه التتويج وبحلم اني لما ارجع تاني بعد 4 سنين اكون واقفه على المنصه دي. فبجد كان هو ده حلمي. فلما حصل اول حاجه يعني جت في دماغي ان انا عايزه ارفع العلم وعايزه ابين الدنيا كلها ان مصر موجوده ومصر رقم واحد، ومش عارفه هو ده اللي كان جوايا يعني. فالحمد لله ربنا كريم وقدرني يعني. بس انت بسم الله ما شاء الله، الفيديو مهما تقعدي تبصي او انا ابص او مشاهدينا الكرام في كل مكان يتفرجوا عليكي، ما شاء الله ربنا يحميكي. ربنا يخليك، ده من ذوق حضرتك والله العظيم، والله من ذوق حضرتك بس صدقني الحمد لله. لا انت بتدور على العلم وجالك علم مصر، لحظه تاريخيه ان انت بتفوزي بهذا السباق، رغم ايه الابطال اللي جنبك من الدول المختلفه اللي هم كمان يعني ده حقيقي مش كده؟ هم هم طبعا ابطال كبار وفي الرانك عاليين جدا، وهم يعني في اللعبه دي في الايفنت ده محتكرينه من زمان. فحتى كانت الناس مستغربه ان يعني ازاي مصريه يعني تبقى هي اللي تفوز بالسباق. فالملعب كله كان في دهشه يعني، فعلشان كده اول ما خلصت اول حاجه فكرت فيها العلم يعني، كان لان حلمي ان انا كنت ارفع العلم. فالحمد لله توفيق ربنا وكرمه يعني. استعدت ازاي بس انت لهذه البطوله؟ استعدت لها ازاي؟ بتضربي قد ايه في اليوم؟ كل التحيه للكابتن محمد كمان، وانتوا ليكوا لقطه مش عايز اقول لك عامل ايه في الناس، هعرفها دلوقتي. اتفضلي. الحمد لله. نعم. بتمرن طبعا، كان ليا استعدادات كتير قوي ولعبت ماتشات كتير قبل ما ناجي علشان ابقى مستعده، لعبت ماتشات كتير بره مصر علشان اقدر اطور ارقامي. طبعا التمرين بيبقى مرتين في اليوم. بقالي زي ما قلت لحضرتك انا بقالي 4 سنين بستعد علشان الدوره دي، لان هي الدوره دي بتبقى حاجه شبه الاولمبياد بالظبط، لسه مصغره. رحت لمحمد بتبوس ايديه وهو بيبوس ايديك، ايه الحب ده العلاوه؟ ايه الحب ده؟ ما شاء الله ما شاء الله، بسم الله والله ربنا يخليك. اتفضلي. هي اللقطه دي بس هو زي ما قلت لحضرتك انا كنت المفروض مشاركه في الاولمبيكس اللي فاتت في طوكيو واتصبت قبليها بكام يوم وما سافرتش، وحصلت لي تخبطات كتير من وقتها. فهو يعني شاف معايا اوقات مؤلمه كتير واوقات صعبه كتير وشالني بصراحه وساعدني ان انا ارجع لمستوايا. ف يعني اول ما كسبت وشفت دموعه يعني بكيت وقلت له يعني انت دموعك دي غاليه عندي، وانت اللي انا فيه ده بصراحه بعد فضل ربنا كان بسبب وقفته جنبي. فكانت لحظه يعني جميله بصراحه. برافو عليكي، اولا كل التحيه لمحمد طبعا وليكي كتير. بس انت قولي لي انه كنت بتضربي فين؟ انت تبع انهي نادي؟ انا بلعب تبع نادي الجيش في اسكندريه، المؤسسه العسكريه. المؤسسه العسكريه طبعا بشكرهم على الهوا طبعا النادي بتاعي. وبتمرن في اسكندريه عادي وبتمرن في مصر ما فيش اي حاجه يعني ما فيش اي حاجه، حتى لما بتجيب معسكرات بره مصر لا انا بتمرن على طول في مصر
كل حاجه طالعه من مصر تمام وزي الفل. بس انت زي الفل طبعا، مصر ان شاء الله دايما. ويعني ممكن تدينا روشتة للي زيك كده؟ احنا عايزين يبقى عندنا بسنت، عايزين 20 70 80 100 بسنت كمان، نستعد كمان للي جاي. تقولي لهم بيعملوا ايه؟ ازاي بتقدر توفق ما بين البيت ومذاكرتك يعني والتدريب بتاعك وتاخدي البطولة؟ هو السر بس في حاجتين. اول حاجه ان الانسان يكون عنده الاراده ويكون عنده العزيمه ويكون عنده الهدف، دي اول حاجه. تاني حاجه ان يكون في حد بيساعده، مفيش اي حد بينجح لوحده ابدا. صح. انا لولا اهلي، مامتي وبابايا واخواتي، ولولا زوجي ومدربي، ما كانوش انا يعني ساندوني ووقفوا جنبي وضحوا عشان حاجات كتير قوي انا ما كنتش موجوده في المكان ده. يعني انا المدرب بتاعي الاول زوجي هو بيضحي بحاجات كتير قوي عشان ابقى في المكان ده، موفر لي راحه في التمرين وبره التمرين وفي البيت. النوم، الاكل، الريكفري، لان هو البطل يا استاذ احمد يومه بيبقى صعب جدا. يومك مش بس تمرين، بيبقى تمرين ولازم اكل معين ولازم نوم معين وريكفري، ولازم ما تبذلش مجهود علشان تعرف توفر طاقتك علشان تبذل اقصى ما عندك في التمرين. وانا برجع من التمرين حرفيا ببقى مخلصه 100% اللي عندي، فببقى مجهده جدا. فلازم اللي معاك يبقى مدرك، يبقى اولا عايش الحلم معاك ويبقى عايزك تنجح ويسندك ويبقى مدرك اللي انت فيه ومدرك التعب ويعرف يزقك. وانت يكون عندك الاراده هتعرف تنجح، يعني طبعا توفيق ربنا قبل اي شيء. ال 11 انا دايما بقول محدش ابدا بينجح لوحده. عظيم، وكل التحيه طبعا للاسره الكريمه طبعا ولزوجك العزيز كابتن محمد عباس اللي هو مدربك طبعا. ال 11 ثانيه دول عدوا عليك ازاي وانت خلاص قربت الخط؟ الخط خلاص وجنبك تقريبا القبرصيه قريبه منك شويتين يعني. والله عدوا عليا زي الحلم بالظبط، يعني انا من اول ما طلعت الستارت لحد ما فلست مش شايفه قدامي غير الخط، وكل ما الخط بيقرب شايفه الحلم قدامي. عشان كده صرخت جامد اول ما خلصت، ما كنتش مصدقه ان الحلم اللي كنت بحلم بيه من 11 ثانيه خلاص اتحقق. ف الحمد لله لحظه بجد عظيمه. وان شاء الله يا رب. بس انت من عيله رياضيه مش كده؟ عيله رياضيه. اه بالظبط. ممكن تقول لنا، تقولي للمشاهدين الكرام قدمي الاسره يا عيلتك الرياضيه عباره مين ومين؟ الاب الام مين؟ انا مامتي ريم الدزوقي، هي دكتوره في كليه التربيه الرياضيه وكانت بطله جمباز 4 ميداليات ذهب في البطوله الافريقيه. بابايا كان بطل تايكوندو. اخواتي باسم حميده وسيف حميده، باسم بطل عالم في 400 حواجز، ثاني عالم شباب. سيف برضه لسه صغير 2005 بيلعب زينا. خالاتي كلهم بلا استثناء كانوا بيلعبوا على القوه. فاحنا عيله رياضيه، الرياضه دي كده في الدم يعني. انا كان بالنسبه لي يعني مامتي كانت قايله لي الرياضه والدراسه الاثنين نمبر 1. ف ما شاء الله الحمد لله. يعني أول تليفون جالك من مين؟ والله ناس كتير قوي، بس أنا عايزة أشكر دكتور أشرف صبحي لأن هو كلمني على طول. سيادة الوزير أشرف صبحي كلمني على طول بعد الماتش وهناني وقال لي إن كل الدعم إن شاء الله هيبقى ليا. وبصراحة كانت حركة يعني عظيمة جدا منه وشجعتني جدا. وطبعا يعني مباركات من كل الناس يعني. والله الحمد لله، والله حسيت ان الناس بتديني اكثر من عاطفتك والله العظيم يعني. طيب بس انت ان شاء الله بكره منتظرين الذهب، وبعد كده منتظرين اولمبياد باريس ان شاء الله. باذن الله، باذن الله ان شاء الله يا استاذ احمد باذن الله. ربنا يوفقك يا بطله يا عظيمه. شكرا 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 لحضرتك، ألف شكرا. بشكرك بطلة من دهب بجد.